النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. دعا وزير الاقتصاد الوطني دكتور جواد ناجي أمس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إزالة الإجراءات والمعيقات الإسرائيلية التي تكبر الاقتصاد الوطني وتحول دون أحداث تنمية اقتصادية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بحرية حركة الأفراد والبضائع والسيطرة على المعابر. وشدد ناجي في لقائه رئيس القسم الاقتصادي الجديد في القنصلية الأمريكية على الجهود التي تبذلها الحكومة في نطاق تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل والتخفيف من معدلات البطالة. أعلن رئيس بلدية القدس نير بركات عن عزمه توفير 100,000 فرصة عمل للشبان اليهود خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف توفير كل أسباب الاستقرار في المدينة. وجاء في خطة بركات خلال الأعوام الخمس المقبلة توفير فرص عمل بغية جذب شبان يهود من سائر التجمعات السكنية الإسرائيلية للإقامة في القدس، خاصة أن البلدية تنوي إقامة منطقة صناعية كبرى تقدم تحفيزات ضريبية وتسهيلات استثمارية خلال المستقبل القريب. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم اتخاذ موقف موحد لقطع برامج المساعدات الاقتصادية لمصر بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال وزير الخارجية الألماني غادو فيسترفيلاه إن الدول 28 الأعضاء بالاتحاد سترسل إشارة قوية إلى مصر، وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مصدر للمعونات والقروض والسياحة لها. أفادت دراسة نشرتها مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات بأن الصين ستحتاج لإنفاق 500 مليار دولار سنوياً على واردات النفط الخام، إذ من المرجح أن تتجاوز بكين الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد للنفط في 2017. وتوقعت الدراسة ارتفاع إجمالي واردات الصين إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2015. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.